يب يا شاب، انا هذا الانسان المتخلف اللي عم تدوروا عليه اللي جاي يصرف تقريبا فوق ال 25 دولار عشان بطلة كورية ما راح العب فيها ثاني يوم. اذا ليش ما العب فيها يا شاب؟ انا انسان ما بحب ذا النوع من الابطال، النوع اللي انك لازم تقعد تظبط الضربة اللي بتدور حواليه والسولف ذي، مش جوي، انا ما احب ذا النوع، وانا اقول لكم ذا الشيء من الحين. ولكن يا شباب ان شاء الله حنشتريها وناوي كمان ارفعها للالف ببث اليوم. ف 25 دولار راح تروح على ميلودي. العرض مش مغري ابدا يا شباب، بس الشيء الحلو الوحيد المعدل معدلين عليه كويس هو الجواهر ذي يا شباب، حاطين 80 جوهرة هنا. هذا الشيء شوي بيشفع على العرض لانه مقللين الذهب، العادي الذهب بيكون 5000 جولد صاير بس 4000، وانا اكثر شيء بيهمني هنا الصراحه الجولد. فعندك 30 ب 30 سكيب 30 جوهرة، وعندك 80 جوهرة، وعندك 4000 جولد و2200 باور بوينتس. البنات ولا مهتم لابو شكلهم. العرض خياس، لو انت ما بتمانك ثاني محتوى او مش انك لازم تحرق البطل والسعودي لا تشتري هذا العرض. ولكن يا شباب كله في ذا المحتوى، لا تنسى تحط كود نينجا بمجال لو شريت البطلي، ولكن ما انصحك تشتريها. يعني فينا ذي 25 دولار وتبي تصرفها على اللعبه تقدر تشتري عروض احسن بكثير تطور فيها حسابك. فحاطين الكود هنا، جاهزين يا شباب ونروح على طول اشتري البطله ميلودي. ترى انا مشترك عشان جمالك بس، من اللي اقول لك اياها مشترك عشان جمالك. يا الله ذي الترون، يا الله ذي الترون، كل ما اسمعها لازم اكون مشقوق شك بالسعر. روح دوس، حيجي معها بس بنين. انا يا شباب مش راضي الصراحه على الكميه اللي خسرتها الحين. البن هنا قاعد يدور، انا البن الثاني. والله يا شباب انا زي ما قلت انا زعلان عليه انه ذي النوع من الشخصيات مش جوي وعم بخسر فلوس عشان بطل ما حدا فيه كثير. ولكن يا شباب انا مبسوط، ما عليكم جالس اصور لكم فيديوهات. انا ليش اللغه عندي بالانجليزي؟ مبسوط يا شباب، مبسوط مبسوط. ليفل 1 وحركات، هذا ليفل 1. بوم 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 بوم. اوكي حاجة حاج بومات، صرفت عليها كم؟ شريت لها كل شيء حرفيا. بالعادي الحين انا قصة ستار باور جاز شريت لها كل شيء. جير السرعة ذي احسها حتشيل البطلة، ذي حلوة ولكن اذا ضليت اضرب على الابطال فما حيفرق معي كثير. فروح مع جير السرعة او ستار باور السرعة، لكل ما دارت معي وحدي كل ما زادت سرعتي اكثر، واحسها حتكون احسن بكثير. البطل شباب بالنسبه لي فيها كثير مشاكل، وهي المشاكل انه دمجها كثير كثير غبي، يعني حرفيا كل ضربه كان دمج. انا ليفل ماكس الحين تمام؟ كل ضربه القرده ويسبات 920. يا رجال ايش هاد؟ انا فاضي اخذ ضرباتي تمشي في حواليه، خلني اضربها من بعيد دمج كويس وخلاص. اوكي ثلاث ضربات معي الحين، شوف سرعتي، سرعتي جباره. شوف 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 السرعة شوف السرعة شوف السرعة. الحق 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 الحق. ايه لا 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 زقس من نصف. اوه يا دمج، اصبر اصبر شكلي بغير رأيي. مع اني جبت العيد بس شكلي بغير رأيي يا شباب على السرعة ذي. ويت 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 ويت، ضربتين زيادة ابغى ضربة أخيرة. بس يا حبيبي بس اهجد، اعطني هنا ضربة. اقدر العب بضربة من سوبر سبايك او جهاز سبايك، نايس. حلوين، روح ليون اعطني الدرع كذا. ما عندي سبام سوبرات. لحظة انا حسبت نفسي بدت، والله العظيم حسبت نفسي بدت. هذول انشقوا من ضرباتي قاعد تدور. احا ويت 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 ويت، لا نغير رأينا من الحين، لا نكون كذا ضعفاء شخصيا ونغير رأينا من الحين. خلنا نغير المود ونجربها هنا، بعطيها مود مش زباله فيها بس شوف ايش بتسوي. هذا المفروض ماب سيئه فيه، والكوس عم نعمل عليك كوس عالي يعني بعد، بس والله السرعه يا شباب جباره، السرعه تخليك تعمل دوج رهيب. بدي بس ضرب على السوبر، ضرب على السوبر، في فرق مدى هنا، فرق مدى. جيب السوبر جيب السوبر خلاص. اصبري فايبر، اصبر عليه فايبر، اصبر عليه فايبر، اصبري عليه. ويت 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 ثاني ثالث. راحوا المشكله، تعالوا اسمه بسرعه عشان كده ديك ستار بور تقريبا كمان مفيده بعد. بس لا والله يا شباب بضل مع السرعه ولا بضل بدون السرعه ذي، تعودت خلاص. ايه اقعد دور فيهم دور فيهم دور فيهم دور فيهم. لا ويت بموت، ما بموت بموت ما بموت ما بموت. هاي ويت 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 ويت، ما طلعت من سبونهم. شوف يا شباب ما عم نلعب كؤوس كثير عالي ولكن كؤوسنا حلوه، قاعدين نلعب على 600 كاس وشو زي هيك. ايش هاد؟ ايش هاد؟ قاعد اخش بينهم، قاعد اخش بينهم يا شباب. خلينا نجرب الجو، خلينا نجرب الجو، خلينا نعطيها فتل على المودات، خلينا نعطيها فتل على المودات. اوكي بجرب بكون ميت بعد، بحاول اضل اصعبها اصعب عليها لين
اكره ابو البطله، ما ادري ايش ابغى اكرهها وانا دافع فلوس عليها. ويت 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 لاري 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 انا شاب في شيء لازم اعرف احسبه، هو انه كم باقي لي من السوبر، باقي سوبرتين، باقي سوبر وحده، وعلى ذا الاساس العب. بس يا حبيبي بس يا حبيبي هو شفت جب 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 جوار حلوين. ويت ويت والله يا شباب البطله خلاص غيرت رايي، انسى النطاط حقتها رهيبه، شباب سبام فيهم. هذا مات طوافي، نقدر نجيب الجيم. بضرب على السوبر لان نحشر الحين اخر جوارتين في اش يميننا. اوافي اش اوافي اش لا ما خلص السوبر دي خلص السوبر دي خلص السوبر دي خلص السوبر دي انا بموت. اوكي اوافي معي جو مع الجوال خلاص حلوين. تخيل كانت مرحله انتحاريه حبتين يا شباب اني اروح كذا، بس جبت الجوال ورجعت السبون، ذا شيء كافي. في اش يمين خلاص جي جي والله دبليو يا شباب. لا مش جي جي اش بشيك اش بشيك اش بشيك اش بشيك والله دريت والله دريت. والله انا قلت سويت علي يا شباب، بس المفروض انا بعرف احسب متى تخلص سوبراتي، لان لو خلصت سوبراتي وانا عندهم بينجاب فيني العيد بلقم خلاص. بجربها بالهوت زون بعد زي ما قلت، باخذ فتلي عليها بكل هذا بكل المودات عشان خلاص واتغير رايي. انا عارف اني مغير رايي عشان بطله تستاهل، لانه الصراحه بنسخه مطورين يوم جربتها ما كثير عجبتني، لانه زي ما قلت ما احب ذي الحركه اني كذا اقعد ادش فيهم ولازم القم دمج حالي. بس طلعها بصراحه مع جهاز الدرع هذا الشيء بيختلف، تاخذ راحتك بالجيم. ها امبر ايش ذي حركات امبر ايش ذي حركات ليش ليه حركت هناك ورحت الطرف الثاني؟ ايش ذا التخلف؟ ما قدر بعد السوبر شكرا. هي اول نطه ثاني نطه ثالث نطه خلاص. لا بموت بموت بموت. لا انا اقول يا شباب بدنا باف يخلوها خمس سوبرات، او يخلوها بعد كل ما تجيب ضربه ترجع لك سوبر. والله لا كنسل كنسل، قاعد احكي اشياء بروكن، قلنا اللعبه ما صارت تنزل اشياء بروكن، وذي مو بروكن كثير ترى يا شباب، لانه جالس تنتحر حبتين، يعني انك تقعد تدش فيهم كذا هذا يعتبر انتحار، فمش بروكن كثير، انا ما ادري ايش عندي لاج. والله يا شباب الوضع سهل بزياده، عندك سرعة مليون، تقعد تدرب فيهم ولا يقدروا يسوون لك اي شيء. طيها؟ انت على انتحار، بس حلو الموضوع انت وقت تنتحر عم تشيل معك اقل شيء واحد ويدمج الثاني، فوضعك حلاوه يعني انتحار حلال. والله يا شباب الدوج مع السرعه شيء رهيب. والله الدوج مع السرعه شيء رهيب شيء رهيب. اوه يا حرام هولي هولي ما اقدر اوصف البطل هل هي بروكن ولا لازم اعطيها وقت اكثر، بس الوقت الحالي اللي جالس اشوف انك انت انتحاراتك عم تكون من الوضع الكويس، يعني ما عم ينتحر على الفاضي. هذا ما بيعتبر زباله. لا يا شباب الماب كثير كبير، هو وضع خياس، خلينا نشوف ايش نقدر نسوي فيه. ابغى ضربه ثانيه يا شباب، ممكن نضل اخر الماب. مشكلته من النوك اوت ان الناس عندها فرق الايم الارض، يعني شوف قاعد الحقهم وخلاص. بس لو جبت السوبر هتقدر تعمل كذا وتعمل كذا. الله خلاص بغير رأي. او ما ما عليكم عندك السوبر. في مشكله زياده يا شباب، انا ما تقدر تطفي فوق المي، ما ادري ليش، يعني ذي مي المفروض اطيفوها، انا جالس انط اطير احلق، ليه ما اقدر انط فوق المي؟ قريب يا شباب بصير لكم افضل بنت كوريه ببراول، اعطوني وقت بس. بس لو تعال هون، اما ما ماتت. يا الله السوبر حقتها خياس. برجع احسبها والله عشان سالفه المويه، المويه كاونتر لي يا شباب، والله كاونتر مويه. نوت باد رغم انه في فرق المدى الارض، انك انت تجيب سوبر وحده فتخليك تعزز لك من رصيدك وتقعد تعمل شغل حلو، مش احسن شيء ولكن ستيل كويسه. خلينا باقي نجربها بالدو شو داون، واللي عادت ما حتعمل شغل ابدا بالدو شو داون. شوف الرقده بس، شوف الرقده بس، كلمة متخلف في ترقد، شوف لها دق. ويت 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 هذا مش كويس، ويت 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 هذا مش كويس. ابغى ضربات عشان اجيب سرعتي، لانه بدون سرعه احس خياس. حرفيا شال ستار باور حقت السرعه مكرر راي البطله. خليني اقول لكم ذا الشيء. بس 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 البورات. لا بوني لا بوني لا بوني حلوين، معي اربع بور المفروض اشقهم شق الحين. ايش زي ايش زي ايش زي ايش زي والله يا شباب السوبر فلك انزلوا كان مورتس النسخه الكيوت. تعال 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 مورتس تعال مورتس بشحط. حلوين اخذ ضربه شكرا. ويت 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 معي ضربات لسه، ابغى يضل بس اوصل عند اعطي سوبر. ويت 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 ايش ذا؟ الموت كان خياس ولكن الجيم كان كلين.
طيب يا شباب، فهمتوا من البطلة الحين انا هي بطلة كثير حلوة، ولكن لازم تكون حذر فيها انك تجيب التلقى وتروح تنتحر بالسوبرات، ما حيكون احسن حل. وما ادري الصراحة لو هذا طريقة اللعب هي مناسبة بالنسبة لي، انا انسان العب بفايبر بيل وهالسوالف ذيك، فماني متعود كثير اني اروح شخصية انتحارية. ولكن اللي اشوفه انه الدمج تبعها بالضربات اللي عم تدور دمج خارق، فانت لما عم تدور عليهم عم تطرهم بالوقت الصح هتعمل شيء غير جبار. فبنفس الوقت هي بطلة حلوة بهي الطريقة، ولكن كمان ما عندك الوضع اللي امان انك حتقدر تعمل دي الحركه بعدين تموت او بعدين تضل عايش. فنسبة كبيره انك ممكن تعمل دي الحركه وتموت ويروح عليك الجيم او تجيب تعمل ثرو، بس نفس الوقت ممكن تعمل شغل نط بشغل النطه حقتك فما يكون ثرو. شوف زي هيك هذا اللي عم اتكلم عنه. دي نطه رهيبه جبت فيها دبل كيل وضليت عايش. مشكله البطل الوحيده هي الضربه العاديه دمجها خياس، والمدى حقها مش احسن مدى، ولكن بضل مدى كويس عشان تقدر تجيب فيها الضربات الثلاث. وبس جبت الضربات الثلاث ومعك ستار باور خلاص انت هيك حتشيك ابو الجيم. فيها هجمة معي لسه جهازين، بزيد جهازين لازم ارجع الجيم. بس يا حبيبي لا يا حرام يا اخي كبس جهازه، والله لو ما كبس جهازه كان ميت وكان فيها جول. ما حبيت اضيع كل سبرات عشان اخليها للكره، بس خلاص فينا نقول فزنا الجيم. والله نايس طلعت من ذا الفيديو انا مغير رايي على البطل. والله يا شباب كنت توي صاحي وقلت اقول يا اخي هل تحتاج اصرف هذه الفلوس على البطله، ولكن خلاص غيرت رايي اليوم بحرق امها وبوصلها للالف ان شاء الله. اشوفكم بالليل.